زين ام علاوي، علاوي ايش كبره؟ علاوي ما ها؟ ما عندي. ما عندك علاوي؟ بس انا اسمي معلاوي. ليش سموك معلاوي لعاد؟ ها؟ انا ما عندي جهال، انا ما متزوجة؟ اي ما متزوجة. الوالد شنو كان يمثل لك ابوك؟ ابوي عزة. عزيزة اعز من الولد عندي انا كذا. صحيح. والله. لو موجود هسه. سوى. يخليك تشتغلين؟ لا لا شوف هو لا ما يخليني، بس انا بشوف. صناعة التنور، الأخوات أم علي وأم فلاح يشتغلون بصناعة تنور الطين، وتقريبا كل الخبازين بهذه المنطقة معتمدين عليهم، ويا كل طوف بالتنور تتسولف قصة من قصصهن وإحساسهن بالعز انخلط ويا كل ذرة تراب بالتنور. قواك الله معلاوي. مرحبا حياك الله. شلونك؟ الله يسلمك. هسه تعجني؟ اي هسه عندنا دوفه. زين. اي واطرحها. شو تسوي له؟ احط المكان اللي اريده. اي. وبعدين اشتغل بيه. زين. هذا ورا ما تصفيه لو هنا أنا بالعجن تصفيه؟ لا لا هو اول شيء دقيتي؟ دقيته. اي. نقحته بالهاي القص. بيش نقعتي؟ بهاي القصه اليمين. هاي. اي. تنقعي ونقحت. ايه وطحت بيه وخلصت هذا اطلع انا. زين اطلع اخمره طلع يختمر؟ ايه ايه شلون يختمر يعني؟ يعني يقدر يصير الطينه حلو. ايه من يشمر يبس؟ لا انت منين عجن ما يبس؟ لا ما يبس حطه معي. شو تخلي له؟ خلي له ماي. ماي كل شويه تروحين تشوفي تخلي له ماي. ايه زين وراها ورا العجين شنو؟ ورا العجين اخلص اروح انا اشتغل بيه بالتنور. ورا ما اي من هي بس ورا ما يختمر كامل. اي وبعدين ادرها لي قلت واطرحنه. اي وبعدين رحت قينت فيه. زين اشتغلت فيه. شو تسوين تقيلين؟ اقين اي اشتغل بيه. يسموه اقين بالنون؟ ايه؟ اقيل. اقين. اي اقيل. اي ايه؟ زين اشتغل. يعني تشتغلين بالتنور؟ ايه بالتنور. اي لان اسمع مرات يقول البقيلات يعني اللي يسوون أيه التنانير. أيه مو صحيح؟ اي التنور. زين ام علاوي، علاوي ايش كبره؟ علاوي ما ها؟ ما عندي. ما عندك علاوي؟ بس انا اسمي معلاوي. ليش سموك معلاوي لعاد؟ معليش. ها؟ انا ما عندي جهال انا ما متزوجه؟ اي ما متزوجه. شنو السبب انه ما تزوجتي؟ بعد السبب ما مرة. يعني سولفي لي هسه احنا خلاص. انا اول اللي مع الزواج. اي والثانيه دور والدته مرض. اول شيء شنو السبب؟ ما اردت اتزوج. انت ما تردين تتزوجي؟ اي تجيني خطابها. اي وما اتزوج. ليش؟ بعد ما احب. انت ما اردت تتزوج؟ ليه انت تشتغلين لو شنو؟ اي اشتغل. والدي مريض كان بده سكر وعمل. يعني مو لان انت ما تردين الزواج، بس انت خاطر ابوك. اي وخاطر امك حتى تعينيهم ما تزوجتي. اي والله ابوي اعمى كان ضرير دائما. ابوك ما يعني كان ضرير. اي ضرير وما يشوف لا ليل ولا نهار. زين وعنده سكر واروح اخذ للدكتور انا وهاي والطبيبه وشايل عينت انا. زين ايه. ما عندك اخوان؟ عندي اخوان. اي بس ما يعني ما يديرون بالهم بشان الاخوه. ليش يعني البنيه لازم هي تدير بالها على الولد؟ واحد هم عنده عائله وهاي. ايه ويحتار عيال عاد شاهو هم ابوه. أيوة. وامه مو صحيح؟ ايوه هي محلنا يعني ما لها يعني شغله. أيوة. انه انا اخذه واجيبه يعني. يعني يقول شلون الزينه هاي يرجعون شلون الزينه؟ ايه ايه يسيرون علينا شلون الزينه يعني عادي بس يسيلون. اي بس يسيلون شلونك يعني؟ بس ما ياخذون ابوك للطبيب؟ لا لا انا كله اخذه للطبيب. انت؟ اي والله بداريته. امك وابوك؟ امي وابوك. وما تزوجتي؟ ما تزوجت. ما فكرتي في اليوم قعدتي قلتي انا مثلا أنا ضاع عمري؟ بعد حتى لو ضاع عمري بعد هاي انتهت كبرت وراح الزواج. في ام والد؟ 69. بعد مو كبيره؟ لا ما حبيت الزواج الرجال. اذا خطبوك هسه ترضين؟ لا لا ما شنو ورا صرت عجوز ورحت. صرت عجوز؟ رحت حجيه. اي والله رحت عمره. انا احب الرجال. زين منو إلك هسه؟ والدك موجود؟ لا توفى والدي 8 سنين صار له وقاعده انا ويا امي ويا اخوي. ايه ويا امك ويا الوالده قاعده؟ ايه بيت ابوك القديم؟ لا بيت اخوي. بيت اخوك؟ ايه ايه وقاعدين بغرفه وياه. زين ما داير بعد علينا.
ما داير بالي عليك. بعد جهالة وخاف. وأنا أشتغل وأبطي أمي. أخذها للدكتور. هو ما ينطي لأمك؟ لا لا ما ينطي. أنا روحي قليلة بحكاية. حكي قليلة. بعدها ما أقدر أنا أقول له تعال أعطيني وهيك. هم ما حد يستذكر. لا هي هاي. أطلع بروحي أحسن لي ولا. هاي الأمور ما تنطلب معلاوي. يعني أنا إذا أطلبه. ما ينطب الكيف يقول يا ماما هاي اليوم انت مريضه انت تعبانه مثل الدكتور لا يعني ما اعرف انا يعني التقي مو بس بنسائنا العاملات حتى نسائنا يعني بالمدينه هناك بغداد يعني اشوف الاخ مبتعد تماما عن الاخت ما يجيها ولا يسال عليها هسه ما تريد منك شيء تريد الكلمه الحلوه عندك ما عندك ايش محتاجه ايش ما محتاجه ما تحتاج منك شيء زين يعني هي مواقف فما بال اذا كانت امك يعني ما اعرف هي المحنه اللي تدفع المحنه الغيره يعني انا اشوف ما ادري البنيه يمكن غيرتها على اهلها اكثر لو انتم شو تقولون